رانيا يوسف أتحجب ليه يا ساتر؟ يمكن قلتها في انترفيو أو حاجة. أنا ما متهيأليش إن أنا في يوم من الأيام ممكن أتحجب. قلتي هالتصريح بمقابلتك المثيرة للجدل مع الإعلامي. مش عايزة أقول اسمه أبداً يا علي. لكن سبب لك هالقد بمشاكل؟ لا، ما كانش أهل ثقة. أنا قلت لك اللي يكذب عليا يخسرني. هو كذب عليا، فأنا مش عايزة أذكر اسمه. سقط من السوفت وير عندي خلاص. خلينا نرجع لمضمون هالعنوان. قلتي يا ساتر، وكأنه موضوع الحجاب فيه شيء من النفور. بص، أصلا أنا ما بحبش إن أنا أحكم على حد من لبسه، فبالنسبة لي طرحة لا هتقللني ولا هتزودني، يعني فاهم قصدي؟ فالواحد بيتحجب بأفكاره وبمعتقداته، لكن مش بالطرحة. يعني رأيي، ده رأيي الشخصي. بس الحجاب فريضي بالدين الإسلامي. مش هدخل في القصة دي خالص، ولا اللي هي دخلي بيها، مش عايزة أرد عليك. ولا مرة فرضت والدتك عليك تتحجب؟ أنا والدتي مش محجبة، وجدتي ما كانتش محجبة، وأعرف ناس كتير كبار في السن وصغيرين مش محجبة. ولا ممكن رانيا يوسف تتحجب؟ مش معرفش بكرة في إيه، معرفش، بس ما تهيأليش. يعني مش دي مش من أفكاري خالص. بس تصريحك أنه الحجاب مش فرض بيتعارض شوي مع رأي الأزهر. ما أنا مش هدخل في القصة دي، ماليش فيها خالص. أنا لا بفتي ولا أنا بكلم عن رأيي شخصي. أنا ما تهيأليش أن أنا في يوم من الأيام ممكن أتحجب. بعكس اللي قالوا أنه رانيا يوسف عم تفتي من عنده. مين اللي قاله؟ أنا مش دعوة. اللي قاله قاله، أنا مش دخل. أنا ما قلتش، أنا ما بفتيش وما بكلمش في الدين ولا في السياسة. أنا ليا حالي وحال بناتي.